صباح الخير مشاهدينا، اليوم جديد بطل عليكم، واليوم استثنائيا يعني رفقكم من هلا ولغايه الساعه 10. اكيد لنكون مع نقل وقيع القديس بمناسبه عيد الميلاد عند الطوائف الارمنيه، واكيد بدي اعيد هون كل الاشخاص اللي عم بيحتفلوا اليوم بعيد الميلاد، وان شاء الله عن جد كل يوم يخلق يسوع بقلوبنا. وكمان عيد اختص مبارك للجميع، ودايم دايم امبارح عن جد كان يمكن مميز بالرسائل يلي بعصر السرعه والتكنولوجيا، ورح نحكي عن هالشي مع دكتور باسكال رعد. كمان صار عبر الواتساب بنسمع كتير هيك وبنتناقل، وبيوصلنا كتير رسائل معيده. دايم دايم كان امبارح للسلام، دايم دايم للمحبة، دايم دايم للثقة وللوحدة بين كل اللبنانية، لحتى عن جد نصير عم نغطس ونطلع ونخلق ناس جداد اليوم بمناسبة هيدا العيد. وأكيد إن شاء الله بتقضوا أوقات حلوة معنا من هلأ ولغاية الساعة 10. صباح الخير دكتور رعد، أهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحكي عن موضوع بهم كتار من الأهل اللي عم بتابعونا، بدنا نحكي عن ألعاب الفيديو والألعاب كمان حتى اللي بتكون على التليفون على الموبايل. كتار من الأشخاص بنشوف صار عندهم إدمان على هذا الموضوع، وفي ناس بتقول إنه إيه إنه هذا عصر التكنولوجي، وهذا مثل ما من زمان كانوا يلعبوا بالقلة وعلى الحبلة، هلأ صار وقت إنه الألعاب الإلكترونية. وليش طورت. بدنا نخاف هالقد؟ وليش بدنا نحس إنه في خطر هالقد برأيك دكتور؟ إذا بدك كل مجتمع وكل حضارة كل ما ينزل شيء جديد على السوق العالم بتخاف منه. إذا بدك تحكي حتى من 100 سنة وقت نزل التليفون العادي صار في دراسات عليه إنه شيء مضر، وهيدا بيزيد السرسرة واللقلقة، والعالم بدها تصير تقضي وقت كل وقت عم تحكي على التليفون. بعدين مشى الحال والتليفون مشى وما بقى حدا يحكي عنه وما بقى حدا يعمله دراسة بالأساس. سو تبلشوا ينزلوا الألعاب الفيديو، يعني تطورت كتير العملية، وبيكفي شوي صغيرة نطلع من 30 سنة لهلأ. قبل كنا نلعب باكمان نحن وصغار، يلي هي كانت حلوة. ما كان فيها ولا يعني تقريبا ما كانت معقدة أبدا، كان فيها شوية تركيز. هلأ صرنا بعصر اللعب كتير تطورت، وصار فيها كتير سعر عالي، وهيدي الشيء الاهل عم ينتبهوا له اكثر واكثر. وصار الولد بيقعد على اللعبه اليوم بيخلصها بعد 3 ايام او 4 ايام، يعني ما بقى بيلعب مثلا 10 دقائق ثلث ساعه وزهقنا. صار في مشكله اللي هي كثره الالعاب. من زمان اذا ذاكره كنا نحط لعبه واحده على الكمبيوتر ننطر 10 دقائق تتنزل نلعب فيها تكون بسيطة جدا، وكل ما نطفي الكمبيوتر بنرجع ننزلها 10 دقايق كانت ورشة علينا، سو ما كنا كتير نلعب. هلا حيلا ولد بيروح بيشتري تابلت بيشتري باد بيكون عليه 500 لعبة ببلاش، بنزلوا له اياهم باكج بيقعد عليهم تيكتشفهم بده جمعتين، وبعدين تكل لعبة يقدر يلعب فيها اوقات بدل كتير وقت، تركيزه ما عم يكون صحيح لأنه عم يلعب بلعب كتير سريعة ودماغه بعده منه متطور. وهيدا المشكله الاهل عم يعانوا منها، انه الولد عم يقعد على اللعبه ما عم يعرف يوقف، سو الوقت عم يطول جدا، واكيد هيدا ما بخليه يقعد مع اصحابه وما بخليه يدرس منيح. رح نحكي عن كل هول المساوئ اللي يعني شغله بعتقد كثير بتهم الاهل، هي الانزواء والانعزال، يعني بصير الشخص عن جد منزوي خاصة الأطفال. بس بدي أذكر هون كل الأشخاص اللي حابين يتصلوا فينا دكتور رعد، رقم التليفون رح تمرق على الشاشة، إذا عندكم أي سؤال تطرحوه على الطبيب والاستشاري النفسي دكتور رعد مستعد يجاوب عنكم وإلكم يعني على كافة أسئلتكم من هلأ لغاية 20 دقيقة من الوقت لنناقش هذا الموضوع المهم. دايما منقول بكل شيء مهم كتير الاعتدال. منشوف كنا قبل وكنت عم تحكي عن قبل انه اولاد يمكن بعمر المراهقه كانوا يبلشوا هول الالعاب، بينما هلا بنشوف اطفال عن جد بيبيز يعني عم بيلعبوا على التابس وعلى الايباد تحت ال5 سنين يعني عم يقعدوا تقريبا نص ساعه بالنهار. يعني انا بعتقد هي شغله كثير كبيره، عم تحكي على اللعب بس مش على التي في وعلى الانترنت وعلى، بس عم نحكي لعب عم يقعدوا نص ساعه بالنهار which is very bad. كتير كبير كتير فوق الخمس سنين عم يقعدوا تقريبا الصبيان ساعتين بالنهار والبنات تقريبا 3/4 ساعة. الصبيان دايما أكتر، بس هيدا وقت هو يعد كتير كبير وكتير خطر،
وبالنسبة لنا أكيد بشكل خطر، خاصة بمضمون الألعاب اللي عم تكون. أكيد عم يكون فيها عنف، صح، عم يكون فيها كتير أشياء. في كتير أهل بيتفاجئوا بمضمون اللعب. أول شيء ما بيعرفوا يلعبوا اللعب، يعني بيعطوا اللعبة لولدهم وخلصت. بس في أهل بينتبهوا، بيشوفوا اسم اللعبة ومضمون اللعبة، بيتفاجئوا إنه اللعبة هي عن سرقة سيارات مثلاً. دونك بدك تعلم الولد كيف تسرق سيارة، لعبة تانية بتعلمه كيف بدك تقتل التاني وتقطش له راسه، يلي هن كتير بسيطة، يعني بنحكي مورتال كومبات يلي هي بدك تشقفه آخر شيء. بالنسبة لولد عم يتعلم يعمل تواصل بين اللذة والعنف، يعني التقتيل والعصبية والغضب هي شيء بوزيتيف وبيعطوك نقط عليها. طب دكتور رعد، بين إنه أهل عن جد عم بيمنعوا هيدا الشيء من عن بيتهم ببيوتهم، وبين أهل ما فرقانة معهم، منسمع كتير ببعض من الأحوال إنه كمان الأهل اللي ما بيحبزوا هاي الشغلة لأنه عم بيشوفوا ابن الجيران وابن العم وابن الخال عم بيكون حاصل على هول الأشياء، ما بده يحسس ابنه أو بنته بالحرمان من هيك، يعني عم بيمشي مع التيار مثل ما بيقولوا، لما يتضحكوا أصحابه عليه من المدرسة إنه معقول ما عندك بي اس 4. ما فينا ما في هلأ كل الهوس بي اس 4 على أساس بعد ما اجت على لبنان كل العالم ميت عليها. في ناس بعرفهم صارت عندهم، جيبوها من دواي. من برات لبنان. من برات لبنان. الفكرة هي إنه ما فيك تمنع الولد عن اللعب. اللعب الإلكترونية إذا بدنا نحكي شوي عن المنافع تبعها إذا بدك بالمطلق، منافع ما بعرف إذا ألا رح لك المنافع، صار في دراسات كتير عليها. أولا بتزيد قدرة حل المشاكل عند الولد اللي بيقعد على لعبة، خاصة استراتيجي اللي فيها نوع من التركيز، تخطيط تيبني وتخطيط. بتعلمه شوي قدرة التركيز أحلى على هيك لعب. ثانيا بتساعده أكتر من ناحية التواصل بين العين والإيد اللي هي السرعة بالتواصل بيناتهم. ثالثاً بتعطيه قدرة يفهم الكمبيوتر أكتر ويفهم الإنترنت أكتر. في لعب يلعبوا أونلاين، يعني بتصير تتواصل مع عالم غير، تقدر تعمل تيم وتلعب ضدهم. خلينا ناخد اتصال من سيها، منرجع منحكي بدي شارع كتير بقصة المنافع. لا مش لك انت هون دراسات صغير. منافع صغيرة. لا بس انه مقارنة مع المساوئ انا برأيي بيختفوا. سيها صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. بونجور دكتور رعد. اهلا وسهلا. دكتور بس بدي اعرف وقت الولد ما بقى يكتفي باللعبة اللي معه، يعني بعد ما بيكون بده ايباد 1 بيصير بده ايباد 2 بعدين ميني ايباد، هالتطور اللي بده يتابعه الولد هل يا ترى صحي ولا لازم نمنعه كمان ونقول له بتكتفي مثلا عندك تاب 1 ما لازم نجيب تاب 2 مثلا؟ انا ولادي عم اعاني معهم كتير، 3 اولاد وبيتقاتلوا بيعملوا معارك كل يوم الصبح وبيطلعوا برفقاتهم انت معك المتطور اكثر بدي كافر غير هيدا، يعني صار اهتماماتهم بس باللعب اللي بين ايديهم، يعني ما بدهم يطلعوا مثلا شو بدنا نجيب كتاب، شو بدنا نجيب للايكول، شو بدنا نشتري تياب حلوين، هيدا هوسهم مهووسين صايرين. صح. وميرسي لك. يعني هاي شغلة كتير مهمة، هيدي عم تصير عم تقول ما لازم كمان نمنع. طب كيف ما بدنا نمنع إذا يعني عم بيتأثر درسهم للأولاد، إذا عم بيصير عندهم انعزال وانتباه وإدمان وعم بيتعلموا العنف والإجرام يعني بكتير من الألعاب؟ نعني أول شيء بس بخصوص ذكرتهم المدام، أول شيء هيدا بيرجع لكل محاولة الاستهلاك بالعالم الحديث. نحن ككبار حتى هلأ عم نلحق آخر تطور موبايل، نكون ناطرين دايما الأعلى والأجدد تنجيبة. طب بس الطفل كيف تقنع الطفل ذات الشيء؟ إذا نحن عنا ذات الهوس كأهل الولد بده يلحقنا، إذا نحن عم نقدر نسيطر عليها نحن بنقدر نسيطر عند الولد كمان، بنقدر نجيب له ماشين للعبة ويقعد عليها لفترة كتير طويلة، بنقدر نجيب له. إذا عم نشوف أصحابه، إذا نحن مقتنعين بالشيء اللي عنه، هيدي عم فكرة أصحابه فكرة المقارنة مع الأصحاب، هيدي بدها تصير دايما، بدها تصير بالتيب، بدها تصير باللعب، بدها تصير بالسيارة. ما لازم نعلي كتير عليها، ما بدنا نعلي عليها كتير، بدنا نعطيه مغزى للولد أكتر، بدنا نلهيه بطريقة تانية الموضوع كذا. الأولاد يلي هو عم يقعد معهم وعندهم هالتوجه بالمقارنة بدنا نبعده عنهم، لأنه هالولاد بده يصمموا له أفكاره، بده يزعجوه مع الوقت. حتى بعلامات المدرسة إذا جاب علامة أقل وقارنوه فيها بيقدروا يحطموه نفسياً،
دونك هالولد اللي بده يقارنك نحن بدنا نبعده عنه لانه ما راح يساعده للولد يعمل كده. ركز مثلا على اكتيفيتي سبورتيف معينه نخليه يتوجه لها، هلا بنحكي عنه، هلا بنحكي عنه، بدنا نحكي عن الحلول. انا بحب هيك دغري اعطي امل لانه بيجعني قلبي كوني ام، يعني عن جد بفكر انه لوين واصلين. كنا عم نحكي عن المنافع واللي انت شوي صغير لقيتيها صعبه، كنا عم نحكي انه معقول تزيد قدره حل المشاكل عند الولد، بتزيد له مناطق دماغي اللي بتجرب تلاقي حلول بطريقه معينه. لقينا منافع كمان عند الاشخاص اللي عندها مشاكل نفسيه من الانفصام لحالات نفسيه معينه مثل التوحد، الولد ما بيقدر يتواصل، بتحطه على لعب معينه بيقدر يبلش يلعب مع غيره اللي هي شغله كثير حلوه من ناحيه التوحد. لقيناها عند الاشخاص بالعمر الكبير يلي هن على باب نشاف او الزهايمر، كثير بيساعدهم يلعبوا لانه بيرجع بيزيد لهم التركيز خاصه. طب بس كمان الكلمات المتقاطعه بتزيد لهم، انه ليه بدنا نروح على اشياء رح لك ليه؟ لانه بتسطل. يعني انا بشوف مناظر الاولاد دكتور، بشوف مناظر حتى رجال مرات كيف بكونوا مسطلين مش مركزين. هلا فتك فيهم كلهم، بس كنت عم تقولي ليه مش كلمات المتقاطعه؟ انه ليه رجل كبير عم ينسى يعني كيف يسوق سياره؟ اذا عملت له سودوكيو مش رح يتعلم يضل يعرف يسوق سياره، بس اذا حطيت له بروجرام على لعبه اللي هي سيميوليشن لا سواقة سيارة، تقدر تساعده اكثر يضل يحفظ وما أوكي. ينسى الموضوع. اتصال بعدين بنمشي بالمساوي. اوكي يلا اتصال. صباح الخير. انقطع الاتصال، صار فيك تمشي بالمساوي بعد. هلا رح فشلك خلقك قد ما بدك بالمساوي، قد ما بدك. اول شغله ترابط بين العنف واللعب، مثل ما قلت لك المشكله الكبيره انه عم تربط العنف بلعبه وبلذه، والولد عم يجمع نقط اذا قتل حدا باللعبه، وهيدي شغله كثير خطره. بدل ما تعلمه انه مساعده الاخرين محبه الاخرين بتاخذ عليها نقط، صار التقتيل والعدو والمين ما كان انت بتحطهم قبيلك هيدا بيجيب لك نقط. ثاني شغله الفتره اللي بيقضوها عليها، الولد بيعيد 10,000 مره ذات اللعبه وذات الاكشن اللي هي تاذي حدا. صح. وهيدا مثل ما نحن بنعرف شو ما بتعلمه للولد على التكرار بيصير يغرس فيه كطبع. وثالث وحده الكمبيوتر او لعب الفيديو جيم بيعطيك لذه بلحظتها، يعني انت عم تلعب ربحت هلا دغري بتحس باللذه، وهيدا الشيء بيزيد لك قدره الادمان على العنف. صار في دراسات كثير كبيره من زمان انه اذا بتحضر فلومه عنيفه بيزيد العنف عندك، كيف لعبه انت عم تتحكم فيها بعد اخطر اكثر. وفرجت الدراسات انه تحت عمر ال 14 او 15 قبل ما ينضج دماغك لعبته لعبه قتل وتذبيح للولد، بده يروح على المدرسه يعمل مشاكل اكثر مع اصحابه، بده يشارع اساتذته اكثر، ولاحظناها دائما بكل الدراسات بيصير عنده قدره المعارضه اكثر وبده يكبر راس اكثر، ودغري بعد ما يكون عم يلعب. يعني اذا لعب نص ساعه وبعتناه على المدرسه بيصير شرس اكثر، بس اذا لعبته لعبه فيها تركيز فيها نوع من القصص الثقافيه اكثر اذا بدك كل الموضوع بيروق. اصلا لاحظنا شغله انه اذا ولد لعبته هيك لعب حضرته فيلم حدا عم يحط فرد براس حدا ما بيتاثر، كانك عم تشله احساس العنف. متى البقيه بينفشل اذا كان عم يلعب لعبه ثقافيه وشاف حدا حاطط فرد براس ثاني، بالنسبه له بتخلق له صدمه صغيره اللي هي طبيعيه جدا. رح نتابع بالمساوئ. معنا اتصال من كلير قبل. صباح الخير كلير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. ميرسي واهلا فيكم، ينعاد عليكم كمان. ميرسي عليك. ان شاء الله بيكون اغطاس حلو ان شاء الله. بدي اقول انا بس هيك رايي الخاص، اجمالا ما لازم نخلي الولد بس يبلش ينمى، يعني من عمر السنتين ثلاثه بس يبلش يطلع حواليه يجرب يعيش حياته ويصاحب اللي برا دون ما انه ينقلهم لعنده على البيت. دونك وقت بيمشي هالولد هالخطوه انه يعيش حياته هو ويعيش مع غيره دون ما ينقلهم، يعني فلان عمل شيء يما انا كمان. لازم الام تكون هون، الام بتلعب دور لو عم تشتغل برات البيت، الام بتلعب دور بكلمه وحده، مامي انا امك مش امه. دونك عرف هالولد انه صار عنده محيط بده يعيشه ومحيط بده يشارك غيره فيه. دونك وقت بتعطيها اللعبة ما فيك تعزلي ولد من التطور الحالي، مجرد عزلت ولد من التطور خليتيه يصير نوع من الاضطهاد، يعني ايه عم بي هيدي ما بتسوى وهي بتسوى، هاي ما لازم، هيدي بتفيدني هاي بعدين بتفيدني. بياخد هالتطور بيصير يطلع فيه بطريقة عم بيتسلى، ما بقعد بطريقة ايه ما حدا عم بيشوفني بدي العب، ايه فلان عنده وانا كمان، بروح بفرجي صاحبه ليك انا بعرف العب احسن منك. دونك مش بعرف العب، بعرف العب احسن منك. دونك هون وصلتي لطريقة انه يعشقها للغرض،
لازم الولد يحب التطور دون ما يعشقه، حتى يتطور معه ويصير احسن من اللي بين ايديه. دونك الولد لازم يعيش حياته، بالنسبه لي لان عندي اولاد، يعيش حياته مثل ما هو ويتطور دون ما يقلد برا تيصير احسن منهم. كلمه احسن او كلمه اقوى او كلمه، هذا كان بقوله الدكتور، المقارنه يعني لا تجوز، بتحط الولد بالانعزال الشخصي، وهيدا هو كل رايي. شكرا كثير لك كلار، رأي كثير حلو، كثير فصلته بطريقه حلوه. ندخل بصلب الموضوع، الولد يعشق يعني يدمن شغله، وهون تاني خطر غير الخطر تعلم العنف. الإدمان، الإدمان مشكلة كبيرة. شو فكرة الإدمان؟ الفكرة إنه فيها لعب الكمبيوتر فيها لزة كتير كبيرة، بتخلي الولد يصير يطلبها كل الوقت ويصير يتبعها كل الوقت. المشكلة باللعب، ما بعرف إذا أنت فايتة فيهم شي مرة، بيصيروا يقووك مع الوقت، يعني بتصير بليفل معين، تعلى بالليفل كل مره بتعلى وبتصير تزيد قوتك، ما بيعود فيك توقفها، وبتصير دائما تطمح تزيد وتجمع نقط وتكبر فيها، وهيدي المشكله هي اللي بتخليك تقعد عليها اكثر. ثانيا، هلا مع اللعب الاونلاين الكبيره صار بتجمع 10 لعيبه مع بعض، ما بقى فيك تنسحب من اللعبه، قعدت عليها بدك تخلصها، وبتترجى الاهل انه انا بليز اعطوني 3 ساعات بس حتى اخلصها، تمام اتبهدل، يمكن في اصحاب عم تلعب معهم تعرفهم، دونك صار في مشكله كمان من هالناحيه. نحن الخطر منلاقيه هو الولد يلي عم يلعب بعدين صار قاعد بأوضته عم يلعب. القعدة بالأوضة لحالك بتزيد معدل اللعب 3 مرات، من ساعة لثلاث ساعات مثلا، لأنه الولد بيصير معزول 3 ساعات، بيصير ما في حدا عم يراقبه، وبيصير بالنسبة له بيجمع النوم مع اللعب، يعني فيك توعى بنص الليل وتكمل اللعبة، وهيدا خطر كتير كبير لولد بده يروح تاني يوم على المدرسة، بده يقعد يركز وهو نص غافي من وراء اللعبة اللي قاعد كملها بالليل. دونك الإدمان كيف منلاحظه؟ ولد بيصير ينزعج إذا وقفته عن لعب، يعني إذا قلت له شلت لك اللعبة بيعمل مشكل بالبيت، ردة الفعل بيقدر يكون عنيف أو بيكون عصبي كتير من وراها. اثنين، بيصير يردح حاله عن الأكل، عن الشرب، عن النظافة، إنه قوم غير ثيابك وتحمم، بيقول لك معلي أنا كتير منيح قاعد مرتاح. وبعدين منلاحظ إنه علاماته عم تتدنى، ومنلاحظ إنه البرفورمانس تبعه عم تقشط، واكيد بالمدرسه بده يشتكوا منه انه الصبي يا نعسان يا ما عم يركز يا في شيء اخذ له باله. الاكيدين منه بالادمان انه الولد بين اللعبه واللعبه بيكون قاعد عم يفكر فيها. يعني اذا انت قلت بس انا بدي اعطيه 2 ساعة بالنهار، طب بس ما هو 2 ساعة يلي عم يمشوا كل بقيه الوقت عم يفكر باللعبه، دونك صار في عنده 2 ساعة is too much. بالنسبه لنا ايه كثيره، بيقولوا حسب إذا بدك توصيات الجمعية الأمريكية للطب النفسي، مفروض بالنهار الولد يجمع ساعة لكل شيء ميديا، بين يعني تلفزيون كمبيوتر وألعاب، كل شيء ساعة ماكسيموم بالنهار. أوكي. هيدي هي الأصول حتى الولد من أي عمر؟ فوق 5 سنين، مش يعني تحت عم نحكي 5 سنين. أكيد فوق 5 سنين، لأنه يعني في أهل بحطوا البيبيز بين 5 و14، أكيد بالمراهقة الموضوع بيتغير كله، بس نحن عم نحكي بالفاز اللي هو الولد عم ينمي بعده دماغه بطريقة ما عنده إدراك. ساعة منعتبر هي الوقت الملائم، هذا الماكسيموم. الماكسيموم ماكسيموم يا بيش واسي. صباح الخير أيوب. بونجور. بونجور، كيفك؟ صبا تفضل. بونجور. تفضل. ينعاد عليكم. شكرا كتير لك. بونجور دكتور كمان. أهلا وسهلا. في عنا مشكلة، نحن عنا أنا مندانتي بالبيت. أيوب بدي أطلب منك بليز توطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون ليصير التواصل أفضل. أوكي 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 أوكي. يعني عنا المشكلة بالآيباد، يعني تركتنا وبتيجي من المدرسة لعشية حمل الآيباد بإيدها، يعني حملتنا. قدي عمره؟ عمره بالخمسين، 55. فكرت عم تحكي عن بنتك. لا 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 مدام، قلت مدام دكتور، قلت انه كيف هاي اللعبة الكورشندو، يعني قتلتنا لمحتنا كاندي كراش. يا ويل الكاندي، امبارح كنا عم نحكي عنها، قلت انا ما بعرف شو هي، صاروا يضحكوا علي. طيب حكيت على مدامتك بالموضوع؟ حكيت انا مدامتي بالموضوع، حكيت بس كأنك مش عم تحكي مع حدا تقريبا، يعني
ما عم تطبخوا هيك؟ لا 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 ما عم تهتم بوجبتك؟ ما عم تهتم فيي كمان اصلا يعني. مهضوم ايوب ايه كثير. هلا دكتور رعد رح يقلك شو فيك تعمل، بدي اتشكر اتصالك اكيد، بس قال لي انا عم بقول له انه قد عم بقول له قد ايه عمره، قلت انا بدي اقول لي مثلا 15 16 اصلا. كنا واصلين نحكي بعد شوي عن موضوع الكبار، بما انه فتحوا المسيو رح نتطرق له هلا. عم نلاحظ بالجيل الجديد ادمان عند الكبار بالعمر باعمار كثير بتخوف على قصه الالعاب، وخاصه اكيد يعني مش اكثر فيديو جيم، يعني ما بيقعدوا على التي في مع اكثر على الموبايل، بتو اكثر موبايل والتابلت اللي هن بتقدر تنقلهم وين ما بدك بالبيت وبرات البيت، بدلوا ما عم بالجزدان يعني بيلحقوا وين ما كان خطر اكثر، يعني بدل كل الوقت عم تتواصل عليهم. المشكله فيهم انه اول شيء الالعاب كلها ببلاش، بتشتريها كيف ما كان بلا ما تدفع، وهيدي شغله كثير خطره، وكل العالم صار عندها تابلات وسمارت فون، يعني كل العالم صاروا معرضين لهالمشكلة. هلا نحن شو بنلاحظ؟ بنلاحظ انسان المدمن اذا كان كبير ببطل يهتم بالبيت او بالشغل، وبالنسبة له اللعب بتصير اهم من كل الاولويات، يعني الولد والرجال والبيت او اذا كان رجل عم بيقول يعني شيء بنفوت بلعبة ادمان كلاسيكية، مثل انسان عم يتعاطى الكحول او عم يتعاطى القمار. دونك هون نحن بحالة مرضية بحت عند الولد الصغير، بتقدر تعالجها بسرعة وبفعالية، وما بخبرك قد ايه الحلول هينة وهلا بنحكي عنها، بس عند الكبار صعبة، الكبير مشكلة كبيرة، خاصة إذا واجهته هو عم يرفض. ما فيك تسحب له الآيباد من إيده، لأنه مثل عم يسحب له الألكول من إيده بيجيب الألكول محل تاني، ما فيك تشيل له الموبايل من إيده لأنه هذا بيستعمله تيعيش إذا بده يتنقل. دونك عندك مشكلة هون صارت طبية. حلو، رح نحكي عنها. ماري على الخط، ما بدنا نبطل، بس بدي عليه طبي عادي لحالي تبع مسيو ايوب. ماري صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا، هذا عليكم وعليك يا رب للارمان وللباس. شكرا كثير لك. انا بقول انه مثل ما كان بالقبل في كتب حلوه، ما بقى في كتب يقرأ. ما بقى حدا يقرا، في كتب نافعه، في كتب لا، في افلام ما بتسوى، في الاهل بدهم يوجهوا الاولاد. هلا بهول الالعاب انا ما بفهم فيهم ولا بعرفهم ولا عندي، لانه عندي بنتين صبايا، وحده مجوزه وحده بتشتغل، يعني ما بفهم فيهم. بس بعرف كمان الاهل لازم، اكيد في تطور هلا، لازم يعطون العاب او اشياء تنفع، مثل ما كنا ننقي الكتب اللي بتنفع والافلام اللي بتنفع، كمان هيك بعتقد لازم يكونوا واعيين اكثر. بس انا عم شوف هلا الاهالي اللي هن مش واعيين، وهن اللي عم يعني بشوف كثير بسيارات ناس كبار وعم بيشتغلوا على السيلولار وعلى على هيدا، وما بي ما بيتوجه. للاسف معك حق. ما بي بيسمعوا التوجيهات ولا بيهمهم انه بيعملوا اكسيدون ولا شيء. عم يعملوا اكسيدون، عم بيعملوا ولا بيهمهم، حتى بيموتوا او بيموتوا غيرهم وهيك، يعني ما بعرف كيف صاير هال الشعب. وانا بعتقد العالم كله، انا عم بعتقد انه اللبناني اكثر شيء، اكيد اكثر شيء. احنا دائما بنقول انه العالم كله يعني لورا، بس نحن دائما سابقين غيرنا بكل شيء، خاصه بال يعني انفصال الشخصيه وتقليد الناس وتقليد المظاهر. بس نحن شعب هيك عودونا على المظاهر، صرنا شعب فوفاش، يعني ما بقى في عندنا تفكير مضبوط، حتى الاهالي ما بقى عم بيعرفوا يربوا اولادهم. مرسي ماري، عن جد هالشيتي لخلقه. انا بيضحكوا علي لانه لا بقول لبنتي انه تقرا كتب وما تلقط بنتي جوزة اجنبي وعايشه برا، هذا صبي عمره 5 سنين بعد ما بيعرف شيء من هيدولي. ما هيدا هو هيك لازم. ما انا بقول لهم لاحقه، بيقولوا لي ما ليه ما بتطعمي على الشوكولا، بقول لهم لاحقه بكره. بس شو فين عم تاكل شوكولا؟ يعني عم بيعلموه 4 لغات، افضل ما يعلموه هلا نيه بيتعلم، عم بيحكي انجليزي والزي وعربي، وهلا بلشوا معه يحكوا فرنسي. كثير منيح، انا بدي اتشكر اتصالك ماري. يعني هالشغله كمان عن جد بتاثر على الاهل، يعني مثل ما عم بتقول ماري انه مهم، يعني ما بعرف كلير كانت عم تقول لا لازم يلحق التطور الواحد. انا بقول انه ليه بدي اعرض الاولاد لهول الاشياء؟ ليه بدي احط بين ايديهم وتحت عيونهم هول الامور؟ طالما هن رح يجي نهار رح يشوف لاحقين، يعني مثل ما بيقولوا.
هيدي ليك بترجع لرأي الأهل تحديداً. في أهل بيحبوا يفوتوا أولادهم بعالم تكنولوجيا وبيحبوا أنه يعرفوا يلعبوا لعب بعمر صغير ويكونوا متطورين وأسرع من غيرهم. ما فيك تقولي أنه الأهل يلي هن عم يفوتوا أولادهم هاللعبة هن غلط بحد ذاتهم. بس تنرجع لموضوع دور الأهل، لاحظنا بكل الدراسات أنه أخطر عاملين الولد يدمن على اللعب هي أول شغلة الوقت اللي بيقضيه على اللعبة، دونك قديه هو عم يقعد بالنهار، وهيدا مربوط حكما بوجود الأهل معه. والتاني وحدة إذا الأهل هن بيحبوا اللعب. إذا الأهل قدام عيني، أنا كتير بعرف رجال بيوصلوا من شغلهم بيحطوا اللعب وبيقعدوا وبيقعدوا ابنهم معهم. هالولد اللي عم يلعب جيمز مثل جادز أوف وور عم تقعدوا عليه، اللعبة ما بتخلص بكذا جمعة، يمكن عم تقعد ابنك عليها، ما فيك بعدين تقول انه انا ابني بعد ما خلصت استلم هو اللعبه وما عم يقوم عنها. دونك الولد بياخذ موديلنج على الاهل، بيشوف طيب كيف الاهل بيحبوا. دكتور رعد، بدي اسالك عن موضوع انه ما نخلي هيدا الشيء موجود بالبيت عنا، نخليه مثلا لا الانترنت كافيه او الجيمز المحلات بيكون فيها فيديو جيمز، بس بدنا ناخذ اتصال قبل. صباح الخير. نور. اهلين. معك ساميه معلوف. ينعاد عليكم. وعليك يا رب. أنا عندي ابني عمره 16 سنة، في عنا مشكلة هالجيمات، شو بدنا نعمل فيه؟ قد ايه بيقعد وقت سامية؟ بيسهر، بيجي من درسه، بيخلص درسه وبيبلش. بطل صغير، ما بقى فيك يعني تكون كتير وقت قاصصة وهيك. شو الحل؟ عم بيأثر على درسه، على يعني؟ لا مش كتير، يعني درسه منيح بس فيه يكون أفضل، بس ما فينا، مش عم فيني وقفه. يعني جربت سكر المودة مشيل بصير في قتال، وبتعرف كيف العصبية كتير. كنا بدنا نحكي عن الحلول مع دكتور رعد، اسمعينا أكيد لحتى تعرفي يعني شو لازم تتصرفي وكيف لازم تعملي. مثلا أنا بلاقي حل من الحلول أنه ما يكون موجود هيدا الشيء بالبيت أصلا، يعني بوجود مراهقين وعمر حساس ما ينوجد. بس نحن هلا عم نحكي انترنت كافيه وفيديو جيمز، نحن عم نحكي موجودين والعالم عم تستعملها. في عندك 70% من البيوت فيهم فيديو جيمز، الرقم كتير كبير. قلت لك الاولاد هلا الصبيان بيعتمدوا 14 ساعة بالاسبوع، ساعتين باليوم، والبنات ثلاث ارباع ساعة باليوم. ما فينا نجي نقول من اساسنا الموضوع بدنا نلغيه. حيلا ولد بفوت على توي شوب ولا هيك بده يشتريها، والدعاية كتير كبيرة والمنافسة مثل ما قلنا والمقارنة. نحن وجدنا بالمشكلة، هلأ شو بدنا نعمل؟ تحت عمر العشر سنوات فينا نمنع الولد، يعني فينا نسحب له الآيباد، نسحب الفون، نسحب كل السيستم ونسكرها. نقدر نوقف العملية ونعتبر انه هيدا الموضوع ما بينفتح خلال فترة الدرس. أوكي. نحن هلأ بالويك أند مسموح 10 مدرسة مثلا، بالويك أند بنعطيه فترة محددة صغيرة، منكون سوبرفايزنج عليه، بنعطيه الغرض، نرجع نسحبه منه، بشكل انه كل الأسبوع ما يكون عم يهلوس وعم يفكر كل يوم عشية. والغلطة كتير الولد بيقول لك بس مخلص درسي فيه العب، بتقول له ايه، بصير يخلص درسه على الساعة 4 بدل ما يقعد لـ8، لأنه بده يخلص بسرعة تيحصل، بده يحصل عليها بسرعة. متى إذا أنت قلت له ما في لعب بالأساس، ماكسيموم إذا شي بتحضر تي في بالأسبوع اللي هو ما بيقدر يسيطر عليه، وقاعد ربع ساعة نص ساعة طفيته خلص الموضوع. والتي في ما بقى هلأ كتير يثير الأولاد أبداً، شو ما حطيت لهم ساتلايت وهودي ما عم يعطيهم لذة، صار شوية outdated بالنسبة لألهم. دونك بالنسبة لألنا تحت عمر العشر سنوات فيك تسحب الغرض من الولد. بعمر أكبر سنوات هيدا المشكلة، بعمر أكبر بدك تجرب تشوف شو المشكلة اللي وصلت الولد تيوصل لهالإدمان. أول حالة نحن منخاف منها هي الولد يكون عنده بالأساس انعزال اجتماعي، مش اللعب خلقت له إياها. هو بأساسه ما عنده أصحاب، عنده خوف اجتماعي، عنده خجل، ارتاح بهيدا المطرح، ارتاح بهالموضوع، لأنه بالنسبة له عم يعطيه القيمة الذاتية. بتعرف اللي بيلعب لعبة ويربحها بقوي معنوياته، سلف استيم بيعلى، بيكون هو أصلاً سلف استيم واطي، قاعد بسيستام بالمدرسة ما عنده هالعلاقات. ثانياً بدنا نجرب نشوف إذا الولد عنده ADHD اللي هي قلة التركيز وزيادة الحركة. حالة قلة التركيز كتير بتنبسط باللعب لأنه فيها سرعة وفيها هايبر فوكس، وبالنسبة له هيدا اللي بنبش عليه، بتخلق له حالة لذة كتير عالية. لو كمان بدنا نشوف إذا هالولد عنده هالقصة. ثالث مشكلة بنبش عليها هي الحالات الكلاسيكية تبع ستريس والقلق عند الولد أو المراهق. الولد القلق أو عنده ستريس، الهروب من السيستام ومن الضغط هو بيكون بهالألعاب.
بتصير اللعبة بالنسبة له هي هروب من واقع بالمجتمع كتير عم يتعب. رح نتابع بس لهيك ضروري نعالج الأمور على الرايق نحن كأهل ونجرب بذكاء نعرف ليه هالولد ما عم يطلع يلعب مع أصحابه عامة، عم يجي يقعد على اللعبة. أوكي. وساعتها الحل بيكون نهائي وأفضل 100 مرة بين ما نسحبه عمره 16 سنة. زينة صباح الخير. بونجور. أهلا وسهلا فيك. صراحة أنا وطي بلي صوت التلفزيون اسمعينا من التليفون. أوكي. بصراحة أنا عم تلفين لأن حالتي مثل حالة أيوب. جوزك. فوالا. وما وطيني ضحك وأنا فرط ضحك على الموضوع. يعني أنا بصراحة مجوزة كمبيوتر مش رجال. يعني بعرف ما في حل لموضوعي بس حبيت أعطي خبرتي أنا صار لي 10 سنين ومش قصة جيمز كمبيوتر كفكرة أساسية. يعني الكمبيوتر بنام معنا بالتخت على الترويقة على الغداء على العشاء بالظهرات وذلفر سو هذا إدمان إدمان وهروب من مثل ما عم بقول الدكتور بس عم بيقول له علاج يعني علاج نفسي كأي أي مرض نفسي هلا بنحكي بتفاصيل عن الرشيدين بيرفض ايه خلص وصلنا على الطلاق ومش أول مرة هذا إدمان إدمان كبير متخيل بيمشي العلاج على أعمار صغيرة ويكون الإنسان هو مقتنع أنه بده لا أكيد لا حتى واحد يتعالج بده يروحه بإجريه يعني مثل ما عم فوالا دكتور طب وصلوا للطلاق هي يعني منا مسحة هلأ كنا عم نكت و نضحك على الموضوع بس هي منا مسحة يعني ما بعتقد في ست بتقبل على حالها أو في رجل بيقبل على حاله يعني أيوب حكى نفس الشيء تخيل أنت بعرف أكيد فيك تتخيل لأنك طبيب بس يعني زينة وصلت لأنه تطلب الطلاق من جوزها لأنه حس حالها مجوز الكمبيوتر بدك تعتبري كل أسبوع أسبوعين بيجيني حالي على عيادة عن هالكال اللي عم تحكي عنه المدام طيب منلاحظ أكتر رجال مدمنين على اللعب مثل ما قلنا لأن الصبيان صغار أصلا بحبوا اللعب ايه أكتر ايه لأنه فيها القصة وين الرجل بيحط لها حدود للمرأة بيقول لها أنه أنا وقت اللعب عندي مقدس ما فيك تقربي هيدا عالمي لإلي اثنين مشاريعه إذا كان بده يصير مع أصحاب هن عم شريع لعب بيجتمعوا تيلعبوا جيم سوا الحديث بيصير ثلاث أرباع الوقت عن اللعب إن كان شو عملت وين وصلت ولا exactly. أي ليفل وصلت وين وصلت وآخر لعبة وين إجت رابعا المصروف هائل على اللعب لأنه بتعرف الفيديو جيمز مكلفين مش مثل الموبايل أوكي اللي هو بتشتري الموبايل بعدين بتصير تمرق لعب بس الفيديو جيمز غاليين وخاصة إذا كانت كمية معينة عم يقدر يجيبها وراء بعض وعم يلحق آخر التطور البروبلم بيصير إنه كمان بيقلك إنه أنا عندي أصحاب على أونلاين أنا بلعب معهم هالأصحاب كل حديثه عن لعب كمان دونك فتنا بهي حالة إدمان كتير كبيرة مفروض العائلة تتدخل كلها سوا أصحابه يتدخلوا حتى يحشروا بالزاوية ويفرجوا المشكلة تيقدر يروح ياخد علاج والعلاج نحن منعالجه كإدمان كلاسيكي يعني بده أدوية؟ أول شيء في أدوية تنرجع له النوم أدوية تنخفف له القلق وقت يوقف لأنه مثل المدمن العادي اللي بيرجف وبيعصب وبيدق قلبه بسرعة وبيعرق بيعمل العوارض الكلاسيكية تبع الإدمان مثل عم يشرب منضطر نعطيه علاج لقلق ثالثا بدك تبعده عن كل شيء اسمه لعب يعني من لحظتها وقفت اللعب نهائيا ما في يرجع له بعد شهر شهرين يقول مرق لي ساعة نص ساعة حالة إدمان يعني مثل اللي بيوقفوا يشربوا ما بيقعدوا بيشربوا نهائيا كاس حتى على المناسبة ولا شو ما كان بيشربوه أوغازوز عم تفقفق بس هيك فيها غاز بس حتى يحس حاله عم يشرب شامبان ممنوع بقى يقرب على موضوع اللعب بده يتراقب أول فترة لأنه الظهرات بتقدر تاخده على محلات لعب مثل اللي بيلعب قمار بيروح بيلعب سلوت ماشين ما بيروح على الكازينو بيجرب يزمط بطريقة ذكية وهون المشكلة بتوصل إذا ما قبل أكيد البيت بده يفرط لأنه أولاده ما عم يشوفوه إذا ما لعب بيعصب جدا في تغيير بالطبع بيصير كاركتيره مختلف ايه أكيد وفي طير شغله ويقعد بالبيت ويقول لك ما عندي مشكلة عم نبش على شغل طيب خلينا ناخد اتصال من ساسين صباح الخير ألو دايم 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 صباح الخير ينعاد عليكم بالصحة والعمل يا رب فينا نسأل سؤال بس لناخد خبرة يعني طبعا يطول لي عمرك بدي اطلب من الدكتور هيك يعطيني يوضح لي أشياء هيك عندي ابني بدولة أجنبية عمره 3 سنين ونص عنده آيباد حلو بنزل اللعبة بس يخلص منها بيطلب الثاني ما يطلع حسابه $300 على بيو بالشهر
بقى 300 دولار وبيو مبسوط. امبارح بيو ما يحكي معي سلط عليه بده اللابتوب هو لإله، قال له اخذه. يعني بدي استوضح من الدكتور، هل انه الطفل اللبناني اللي عايش بلبنان بيشبه الطفل اللي عايش برا بنفس الفكر بنفس الواحد، ممنوع ازعاجه وممنوع هذا؟ يعني في ناس انه في دول اوروبيه بتبقى تربيه الطفل غير عندنا هون. شكرا كثير لاتصالك استاذ. يعني اسئله متعدده كثير مهمه، رح تتفاجئ بالجواب. بس شو حكى عن دراسات اوروبيه او امريكيه بموضوع انه الولد تخليه يعمل اللي بده اياه؟ من فتره قريت دراسه كثير معمقه انه ليه عم تمنعوا الولد يلعب قد ما بده على الكمبيوتر، انه برايهم اذا الولد قعد درس انت بتوقفه، مش معقول بتخليه يدرس قد ما بده. اذا عم يقرا كتاب بتمنعه، طب ليه اللعب عم تمنعه؟ وعم يحكوا بتفاصيل اوقات بتضيعك وبتفكر. اكيد شي شركه لعب عامله هي الدراسه حتى تعمل بروموشن للعب، انه مفروض يلعب جميع انواع اللعب، وبالنسبه لهم الوقت اللي بقضيه باللعب هي فتره ذكيه والا ما هناك. هيدي في عالم عم يقروها ما عم يستوعبوها كثير، وفي اهل عم يشجعوها. وقتها تترك ابنك يشتري اونلاين 300 دولار وهو عمره 3 سنين ونص، ولا يعني انت عم تعوده وعم تعلمه بطريقه بسيطه انه بعدين عمول بدك ايه، بعدين بدك تشتري فرق، يعني بدك تروح تجيب لعب ب 20000 دولار بالشهر، بدك تتعاطى مخدرات، بحق لك. طب ما انت ليه بدك تمنعه؟ ما خليه يجرب كل شيء، التجربه منيحه. هون الخطر اللي هو كثير كبير. ولد مثل هيدا بسهوله مفروض تسحب له الايباد ويقعد يصرخ جمعه، بعدين بينسيه نهائيا، بثلاث سنين ونص بينسى شو الايباد. طبعا ما عنده ذاكره للموضوع. دونك الجد عم يحكي عن مشكله كثير كبيره وما لها علاقه لا بلبنان ولا بالدول برا. وفي في اشخاص بلبنان انا تعرفت على اهل كنت عم بسال عن الولد شو بيلعب، بيقول لك عم بلعب بلاي ستيشن. بلاي ستيشن اللي هي لعبتها حقها تقريبا 80 ل 90 دولار. ولد كان عمره 6 سنين عنده 60 لعبه. 60 لعبه يعني حاطين عليه الاهل ما يوازي تقريبا ال 6000 دولار لعب. حلو بلا ما ينتبهوا، وبالنسبه لهم طبيعي. ويا حرام كل ما يشيل لعبه بخلصها، ما بخلصها كفين. الولد لا انا عن جد لا بعتقد انا لازم علاج هلا بعد هالارقام. الولد يعني عاده اذا انت بدك تجيب له لعب او لعبه، مفروض تجيب له لعبه وحده يقعد عليها لفتره طويله تيقدر يتقنع الرايق، يتعود عليها وما يضيع بين كذا لعبه. مين يعني في اولاد معرضين اكثر من غيرهم؟ صح. مين؟ اي اولاد؟ اول شيء الولد اللي هو بيكون مندفع اكثر، يعني متهور. الولد المتهور عنده لذي يقعد فترات طويله بلا ما يردح حاله. في اولاد منه لحالهم بيقول لك انا تعبت. اثنين الاولاد اللي اهلهم ما عندهم رقابه عليهم. في كثير اهل بتعرفي بين شغل بين ناني بين هذا بتضيع الرقابه، ناني ما رح تعمل لك كنترول، قاعد عم يلعب مبسوط، مهم يحل عني وما يزعجني، شو عم يعمل ما بيهمنا. ثالثا الاولاد اللي عندهم قله تركيز كثير بينبسطوا باللعب السريعه لانه بتزيد لهم قله التركيز وبيفوكسوا بطريقه غلط. بعدين الاولاد اللي قلنا عندهم ستريس وعندهم توجه للاكتئاب شوي او الخجل بيقعدوا اكثر عليها. دونك في جروب معين عنده ريسك اكثر. هلا في خطر الاهل ما بينتبهوا له، كل الاعداد على الكمبيوتر وعلى التي في بيقولوا بتنزع العين. هيدي نظريات نحن اكيدين منه، انه انت وقتها تقعد على الكمبيوتر العين وقتها بدها تعمل بدها تسكر وتفتح، عاده العين بتعمل بلينك كل خمس ثواني. وقتها تقعد على التي في او على الكمبيوتر تعملها مره كل 30 ثانيه. بين ال 35 نشفت العين، يعني انت قاعد فاتح عينك ما عم تنزلها. ساعتها الولد بده يحرق عينيه، الولد بده يخف نظره، الولد بده يخلص عم يتعالج. وهيدي ما بننتبه لها، بنفكر انه الولد هيئته عامل شيء انفكشن بعينه، ما عامل شيء، اوقات بيقطروا له دمع تيصح. دونك القصه بسيطه بس خطره. وكلنا بنعرف المساوئ على زياده الوزن مع القعده. الولد اللي قاعد اربع ساعات عم بيزيد كثير، عم ياكل كل القصص الشوجري تيدا الواعي والبوب كورنات وهودي. يعني انا كثير مبسوطه انا عم نختم بالمساوئ، ما بقى معنا وقت ابدا دكتور رعد، بس انا عندي يعني تعليق صغير لكل الاهل هيك بالاخر. انا بقبع مثلا فيش الدش اللي بتنوصل على التي في وبخبيه قبل ما اظهر لحتى بغيابي المربيه ما تحضرها تلفزيون مثلا لبنتي ولا ابني،
بقولت فنجات حل جذري اوقات فينا نعملها. والايباد ما بشارجه، بخلي الشارجر معي هيك انه في كم شغله فينا نعملها. سيكاسي. شكرا كثير لحضرتك معنا دكتور رعد، واكيد الاسبوع المقبل بنتناقش بمواضيع كمان مهمه بتهم كثير من الاهل. فاصل ومنتابع باقي لقاءاتنا، خليكم معنا.